عودة إلى الحرب مجدداً أم فاصل من المواجهات بين شوطي المشاورات التي لم تفضي إلى شيء؟ أعلن عن تعليق الجولة الثالثة من المشاورات التي استمرت لأكثر من 70 يوماً دون إحراز أي تقدم، ولكن يبدو أن العودة مجدداً ستكون أصعب هذه المرة. ستكون أصعب نتيجة لحصاد 70 يوماً من الفشل وعدم إحراز أي اختراق مغر يدعو لاستكمالها، خصوصاً مع كل هذا التضارب والتناقض بين تصريحات الوفدين وبينهما وبين مبعوث الأمم ولد الشيخ أحمد، الذي كلما قال أمراً خرج الوفدان لنفيه وتأكيد أنهما لم يتفقا على شيء مما قاله، في مشهد يدعو للحيرة والارتباك. في الوقت الذي كان المبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد يعلن عند تعليق المشاورات أن الطرفين قد اتفقا على الالتزام بالتهدئة خلال فترة التعليق، تشير الشواهد إلى أن تصعيداً جدياً بدأ في تلك اللحظة، وأن الحرب لا تمنعها التزامات الطرفين التي لم تنقطع طوال عام، ولم تنقطع معها الحرب أيضاً. وعلى الرغم من انقسامهما في طريقين، أحدهما مر إلى ظهران الجنوب في السعودية لمتابعة ملف التهدئة العسكرية، إلا أن وفد الميليشيا العائد إلى صنعاء كان يدعو قواته إلى مزيد من الحيطة، متوقعا تصعيدا على الأرض خلال الأيام القادمة. الميليشيا التي لم تحتج طوال أكثر من عام للحيطة، وهي التي لم توقف حربها لحظة واحدة، عادت هذه المرة لتستبق التصعيد المتوقع من جانب الحكومة والتحالف العربي، ومعها عادت المواجهات العنيفة إلى معظم الجبهات من لحج إلى حجة والجوف وعلى مشارف العاصمة صنعاء. خلال عام ونصف من عمر الأزمة اليمنية كانت الحرب هي الأصل، فيما المشاورات السياسية ليست سوى استثناء واستراحة محارب، وفي كل مرة تكون العودة إلى طاولة المفاوضات أصعب من العودة إلى ساحة المعركة. فماذا عن الجولة القادمة؟